يتعلق بتوفير الشطر الخاص بالأعمال الأساسية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة والقنيطرة. وقع كل من السيدين باتريك غينولي الرئيس المدير العام لكولاس راي ومحمد ربيع الخلية. اتفاقية أخرى تتعلق بالمحطة الثانوية وتزويد الكتينة، وقع السادة نيكولا إيريتي مدير السكك الحديدية لسجلك موبيليتي ومحمد ربيع الخلية. أما الاتفاقية 19 فتتعلق بالمحطة الريحية لتازة، ووقعتها السيدة فابيان بيمول المديرة التنفيذية لأوديف إنرجي نوفيل والسيد علي الفاسي الفهري. وبهذه المناسبة قدم السيد أنس لهوير العالمي المدير العام لصندوق الإذاعة والتدبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وضيفه الكبير مجسما للمدينة البيئية المستقبلية لزناتة التي ستوفر خدمات ذات بعد إنساني وبالخصوص للفئة الصاعدة، حيث ستتيح إحداث نوع من التمازج الاجتماعي والفضائي، وستستقبل عند الانتهاء من أشغال إنجازها 300 ألف نسمة، وستوفر 100 ألف منصب شغل، وذلك وفق المعايير الدولية للتنمية المستدامة. ومن شأن هذا التنظيم الفضائي والاجتماعي والاقتصادي الجديد ذي القيمة المضافة الإسهام بشكل كبير في إعادة التوازن للدار البيضاء الكبرى. وستتيح هذه الحاضرة البيئية النموذجية حركة تنقل جماعي ومستدام بفضل شبكة كاملة للنقل من قطارات، شبكات للطرق السريعة، ترامواي، وحافلات ذات خدمات عالية وبنيات تحتية عصرية. إلى جانب ذلك ستشتمل زناتة على 470 هكتارا من الفضاءات الخضراء، أي ما نسبته 30% من مساحتها، ستتوزع ما بين منتزهات وأروقة إيكولوجية لضمان التنوع البيولوجي والتنقل السلس. كما ستمكن زناتة من ولوج خدمات التعليم والصحة والتجارة والترفيه من خلال إحداث أقطاب رئيسية للإنتاج ستجعل منها مدينة جذابة بالنظر إلى جودة الحياة الفريدة التي توفرها وديناميتها.